الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، أولا أنا أشكر أخونا اللي كان مع الصوفية جزاه الله خير، وربنا سبحانه وتعالى وفقه وهداه من الضلال بتاع الطرق الصوفية وهداه إلى نور التوحيد وإلى دعوة الكتاب والسنة. أشكر على هذا الكلام الطيب، وكنت أود أن يكمل حديثه، وكنت أحب أن أستمع إلى هذا الكلام الطيب اللي فيه كشف لضلال الطرق الصوفية التي أفسدت البلاد وجرت الشر والضلال للسودان. والطرق الصوفية أعظم الضلال عندها كما تفضل أخونا الشيخ جزاه الله خير يتعلق بأمر العقيدة، لأن الصوفية بيعبد الناس للبشر، يعني أنت تعبد الشيخ بتاع الطريقة تجاني ولا سماني ولا غيره، أنت في النهاية خلاصة التصوف أنك تعبد الشيخ بتاع الطريقة، خلاصة التصوف. ولذلك المولى جل وعلا يقول في أول أمر في القرآن، أنت لو بتقرأ القرآن يا صوفية، لو بتفهم القرآن، أفتح أول أمر في القرآن. ربنا لما تكلم في الكتاب أول ما بدأ سورة الفاتحة، سورة البقرة 5 آيات عن المؤمنين، بعدية آيتين عن الكفار، بعدية 13 آية عن المنافقين، بعدية ربنا قال يا أيها الناس أول أمر في القرآن اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ربنا قال لك ما تجعل له ند وشريك لله ما تعملوا. قال تبارك وتعالى في سورة النحل وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض، ده كله حق الله، وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. قال تبارك وتعالى في سورة الأعراف قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. أنت اللي بتنده ده أحمد التجاني ده الله؟ أحمد التجاني ما الله، أحمد التجاني ما خلقنا ولا رزقنا، ما بنعبد أحمد التجاني، بنعبد الله الخالق أحمد التجاني وخلقنا نحن. شكد ربنا قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون لكم نصرا. الله قال لك كده البتناديهم ده لا يستطيعون لكم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. القرآن ده واضح يا إخواننا، وي عشان ما في دلغوش عليك قلت تعال نادي أحمد التجاني ولا نادي غيره. الله ما قال نادوا أي واحد، ربنا قال قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت
أن أسلم لرب العالمين. ربنا قال لك أدعوني، أنت تقول ترى دريف أحمد تجاني؟ هل أحمد التجاني أعز من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي تكلم مع ابن عباس ود عمه صغير، قال له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك إذا سألته فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة كل صوفي ما صوفي كلهم، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء. أقعد يا أخو، أقعد، أقعد محلك، ما في حاجة، أقعد محلك، أقعد يا زول، أقعدوا. قال لك واعلم أن الأمة كلها أمة تجانية فيها برهانية كلهم، قال لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، شيء واحد لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما في ذل عنده حاجة مع الله. شكده ربنا قال في سورة الإسراء، قال قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون، كلهم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. الله قال لك لا بيكشف الضر عنك ولا بحوله لزول تاني. يعني لو جد عندك ملاريا، الشيخ ما بيقدر يشيل منك الملاريا ولا بيقدر يشيل يخطها في زول تاني. فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. عشان كده يا ناس هوي، أوعى تتغشى بتصوف ولا بغير تصوف، ده كل ضلال وكل عبادة للبشر، عبادة للبشر من دون الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى قال وقال ربكم، ربكم ادعوني أستجب لكم. شوف الكلام ده كيف بالله، قال لك ادعوني أستجيب لك. أسا الشيخ بتاع التجاني عنده حاجة عشان يستجيب لك؟ ربنا قال في سورة فاطر ذلكم الله ربكم له الملك. الله عنده الملك، التجاني عندهم شنو؟ ما عندهم حاجة. قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. يا أخي القطمير ده حاجة ما عندها فائدة ذاته، ما فيها فائدة ولا في زول بيتلف. ولو لقيت قطمير واقع في الوطن ولا بترفعه، دي لفافة في المصاصة تحت التمرة. الله قال لك في الأول، كلم لك عن نفسه، قال لك ذلكم الله ربكم له الملك، الملك كله حقه. أما العبيد الضعفاء ديل، قال لك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما عندهم حاجة. ما هذا كله؟ قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. أها، ولو سمعوا، قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم. والمشكلة الكبيرة وين؟ قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. بعدها طوالي ربنا قال لك يا أيها الناس أنتم الفقراء لمنو؟ ما لأحمد التجاني ولا للبرهاني، قال أنتم الفقراء إلى الله، والله مالو، الله مالو، هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. بعد كلام الله ده كله يا أخوانا، تمش تنادي أحمد التجاني تكون ضال مضل، خسرت الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.